اليوم غادي نجاوبوا على الاسئله اللي كتطرح بزاف على الهجره الكنديه. نبداو بالسؤال الاول، شحال خاصك ديال الفلوس باش تهاجر لكندا؟ لا سوم اللي غادي تحتاج باش تهاجر لكندا كتختلف من بروغرام لبروغرام. كاين بعض البرامج اللي كيطلبوا فقط كلكو فري دو تريتمون دو دوسي، وكاين برامج اخرى اللي كيطلبوا دو غروند سوم. نبداو بلي بروغرام ايكونوميك، الاغلبيه ديال البرامج اللي داخله في هاد لا كاتيجوري كيطلبوا لك اون بروف دو فون. هاد لا بروف دو فون كنقصدوا بها واحد لا سوم ديال الفلوس اللي غادي تحتاج باش تقدر تصرف على راسك اون فوا تجي لكندا. كاينين دو كا اللي ما كيطلبوش لك اون بروف دو فون، وهي الا كان عندك ديجا اون اوفر دومبلو، ولا الا كنتي داخل في لا كاتيجوري ديال ليكسبيريونس كنديان. بالنسبه لي بروغرام دافير اي دانفيسيسمون، بطبيعه الحال كيطلبوا لك اون غروند سوم دارجون حيت غادي تحتاجها في الاستثمار ديالك. اما بالنسبه للبروغرام فاميليال، الا كنتي غادي تسبونسوريزي راجلك او مرتك وولادك، بطبيعه الحال ما كيطلبوش لك اون بروف دو فون. على عكس الا كنتي غادي تسبونسوريزي دوتغ مومبر دو فامي، مثلا والديك ولا جدودك ولا غيرهم، هنا كيطلبوا لك اون بروف دو فون. بقات لينا لا كاتيجوري ديال لي ريفوجي. الا كنتي غادي تقدم طلب لجوء، اون جينيرال ما كيطلبوش لك اون بروف دو فون، مي الا كانت لا دوموند ديال لوجو ديالك ليزا عن طريق ان اورغانيزم بريفي، طبيعه الحال وزاره الهجره الكنديه كتطلب من هاد الاورغانيزم هذا يعطيها دي بروف بانهم قادين يصرفوا عليك ولا قادين ياخذوك اون شارج اون فوا توصل هنا لكندا باش تقدر تستقر في احسن الظروف. ندوزو للسؤال رقم 2، شنو هما المتطلبات او الوثائق اللي كيطلبوا للهجره؟ نفس الشيء، الجواب على هذا السؤال كيختلف على حسب البروغرام اللي انت دافع عليه. مثلا كاينين برامج اللي كيطلبوا اون اكسبيريونس كنديان، كاين دوتغ بروغرام اللي كيطلبوا اون اوفر دومبلوا. وبخصوص الوثائق، كاين بعض الوثائق بطبيعه الحال اللي كيتشاركوا فيهم كاع لي بروغرام، سورتو ليستوريك ديالك بالنسبه للخدمه، لي ديبلوم ديالك، لي انفورماسيون بانكير ايتترا. السؤال الثالث، شنو هي اسرع طريقه للهجره؟ هذا السؤال بطبيعه الحال جاوبنا عليه في فيديو سابق. اسرع بروغرام ديال الهجره وهو لونتري اكسبريس، لو بروسيسوس ديال الهجره كامل يقدر يدوز في مده 6 شهور، وكاين الناس اللي تريتا لهم لو دوسي في شهر ولا في شهرين. ولكن كاين بطبيعه الحال حالات اللي كيتجاوز فيها الوقت ديال تريتمون 6 شهور، سورتو الا كان عندك نقص في ان سيرتان دوكيومون، ولا دي فوا كيكون لورغانيزم ولا الجهه اللي كتريتي لي دوسي كيكون عندهم بوكو دوسي، هنا بطبيعه الحال كيكون لو تريتمون دوسي كياخذ وقت طوال. السؤال الرابع، شنو هو العمر الاقصى ديال الهجره؟ الجواب ما كاينش عمر اقصى، تقدر تدفع الهجره شحال ما كان عمرك، ولكن اللي خاصك تعرف ان الناس اللي كيدفعوا الهجره وفي عمرهم ما بين 20 و 29 كياخذوا لو ماكسيموم دو بوين، ولكن هذا ما كيعنيش بان الناس الاخرين اللي عندهم عمر اكثر ما يقدروش يتقبلوا في لو بروغرام. او كونترير، سورتو تقدر تاميليوري لو سكور ديالك الا كان عندك بطبيعه الحال مستوى دراسي اعلى، ولا الا كان عندك عدد سنوات تجربه اكثر، ولا بطبيعه الحال الا كان عندك واحد مستوى ديال اللغه اعلى. اما بالنسبه للبرامج العائليه وبرامج اللجوء، فهادو بطبيعه الحال لو كريتير ديال لاج ما كيدخلش نهائيا في لو تريتمون ديال لو دوسي. سؤال رقم 5، واش خاصني اون اوفر دومبلوا باش نهاجر؟ والجواب هو لا. الاغلبيه الساحقه ديال لي ريزيدون بيرمانون ما كتكونش عندهم اون اوفر دومبلوا فاش كيدفعوا لا دوموند، ولكن كاين بعض البرامج اللي كيطلبوا لك اون اوفر دومبلوا باش الدوسي ديالك يتقبل. سؤال رقم 6، واش الى جيت لكندا نقدر نخدم في اي مقاطعه؟ اون فوا كتاخذ لو ستاتيو ديال ريزيدون بيرمانون كيولي عندك الحق تعيش وتخدم في اي مقاطعه هنا في كندا. اما الى كان عندك ان بيرمي دو ترافاي، فهاد لو بيرمي دو ترافاي كيلزمك تخدم في هذيك البلاصه بالضبط في طول المده اللي محدده في لو كونطرا. سؤال رقم 7، واش نقدر نجيب عائلتي معايا؟ هذا السؤال كيختلف على حسب لو بروغرام. فمثلا في لونتري اكسبريس فاش كتبغي تدفع عندك الحق تزيد مرتك او راجلك وولادك ان سيغتان اج. اما الا بغيتي تجيب شي واحد فيهم من بعد ما خرجت لك لا ريزيدونس بيرمانونت، هنا اوتوماتيكمون خصك تدوز على ان اوت بروسيسوس. جينيرالمون تقدر تشوف لو بروغرام ديال لو سبونسورين فاميليال. سؤال رقم 8، شنو هو ان ريزيدون بيرمانون؟ ان ريزيدون بيرمانون هو مواطن جاي من بلاد اخرى من غير كندا وتعطى هذا لو ستاتيو باش يعيش في كندا. فاش كتاخذ هذا لو ستاتيو كيولي عندك الحق تعيش وتخدم في اي بلاصه هنايا في كندا. بالاضافه لهذا كيكون عندك الحق تستافد من مجموعه ديال الفوائد، منها التغطيه الصحيه، الخدمات الاجتماعيه، الحق في الدراسه، وزيد على ذلك الحق في الحمايه تحت القانون الكندي. وبطبيعه الحال كبي ار ولا كريزيدون بيرمانون من بعد واحد المده محدده، حاليا 3 سنين، كيولي عندك الحق
قد تدفع لا دوموند باش تولي ان سيتويان كنديان باش تاخذ الجنسيه الكنديه. اللي خصكم تعرفوا كاين جوج حوايج اللي ما كيكونش عندك الحق فيهم فاش كتكون ان ريزيدون بيرمانون، وهي ما عندكش الحق تصوت وما كيكونش عندك الحق تدخل الجيش. اي فوالا، هادو هما الاسئله اللي كنظن كيتطرحوا بزاف هاد لو سوجي ديال ليميغراسيون اون جينيرال. كما كتعرفوا شاك بروغرام عنده دي كيستيون بيان بريسيز بيان سبيسيفيك، مي هادو هما الاسئله اللي كيبقاو اسئله عامه وكتخص الهجره الكنديه بشكل عام، وهادشي اللي كاين.